بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. الحقيقة أنه جاء هذا الدعاء المبارك جوهرة اليوم في سياق قصة دعوة سيدنا نوح لقومه عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لأن سيدنا نوح ظل يدعوهم قرابة 1000 سنة من الزمان إلا 50 عاما، كما قص علينا القرآن الكريم ذلك في قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكتير جدا أشارت آيات القرآن الكريم إلى أن قوم نوح كانوا أهل تكذيب وإنكار للحق، ويعني لم يستجيبوا لدعوته، وبدأوا كمان إن هم يكيدون لسيدنا نوح ولمن آمن به من الضعفاء في قوم سيدنا نوح عليه السلام. فبعد كل السنين الطويلة دي، 1000 سنة إلا 50 عاما، دعا سيدنا نوح ربه طالبا النصر والتأييد منه. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قال رب انصرني بما كذبون. فأمر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام إنه يصنع سفينة عظيمة، وإنه بعد ما أتم سيدنا نوح بناء هذه السفينة، وإنه يترقب أمر الله سبحانه وتعالى في الطوفان لما هيبدأ، المفروض هو يعمل إيه هو ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليهم القول منهم. المعنى إنه إذا جاء قضاؤنا بعذاب وهلاك قومك يا نوح، ونبع الماء بقى من وجه الأرض. لو نتذكر احنا كنا خدنا القصة دي قبل كده، انفجرت السماء بالأمطار، وانفجرت هطلت السماء بالأمطار، وانفجرت الأرض بالعيون الكثيرة من المياه، وامتلأ وملأ وملئ المكان بالماء الكثير والكثيف. فربنا سبحانه وتعالى قال له لما تيجي الآية وخلاص ويأتي بقى الإذن بعذاب هؤلاء، فأدخل في هذه السفينة كل ما كان يعيش في أرض قومك من حيوانات شتى، هتاخد زوجين اثنين من كل نوع ذكر أو أنثى من الطيور والدواب والبهائم كلها. وأمروا المولى سبحانه وتعالى أنه يحمل كذلك على متن هذه السفينة كل أهل سيدنا نوح وأولاده ونسائه إلا من حكم الله بهلاكه، وقال له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أي ولا تسألني إني أنجي الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، لن ينجيهم المولى سبحانه وتعالى من الغرق. ثم أمره سبحانه وتعالى بحمده والثناء عليه إذا هو استوى على الفلك. خلي بالنا، القرآن الكريم هو بيقص علينا قصص الأنبياء الكرام، بيحكي قضية العقيدة، قضية الإيمان وقضية الإسلام على مر العصور، وفي نفس الوقت في ثنايا القصص القرآني وفي الأحوال والظروف الاجتماعية والحياتية يحكي لك القصص، يعطي لك القصص القرآني يعني أنوار فوق أنوار، منها ألوان الدعاء والذكر اللي كان بيقولها أنبياء الله الكرام عشان إحنا كمان نتأسى بهؤلاء. وإن المؤمن على طول بيتقلب في الذكر، من ذكر لله سبحانه وتعالى وتمجيد ودعاء تمجيد ودعاء حمد ودعاء طلب، المؤمن على طول بيتقلب في الذكر. فربنا سبحانه وتعالى وجهه إلى أنه إذا استوى على الفلك يقول كما قال الله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يعني أنت أول ما تطلع على السفينة اللي هو أمر بأنه يعملها وتطمئن في هذه السفينة أنت ومن معك ممن حملته من أهلك، فيكون كل همك قل الحمد لله الذي نجانا من هؤلاء المشركين الظلمة اللي خلاص بعد كل هذه السنين الطويلة أنت بتنصح تاخد إيديهم إلى طريق التوحيد وهم ما فيش فايدة. يعني ربنا بيقول له أن ما تشغلوش نفسكم أول ما تطلعوا على السفينة إلا بالحمد، لأنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو كان عدو للإنسان إلا إذا اشتملت على يعني دفع ضرري أو تطهير الأرض من دنس ضلالي، يعني دنس ضلاله أو إضلاله، يعني حالة ما نبقاش فرحانين بأنه آخر سيهلك، إنما ممكن أفرح بزوال أذاه لكن ماليش علاقة بأن أنا أنشغل في أنه أتشفى في أن دول هيغرقوا أو هيهلكوا أو هيعذبوا، لا، تشغل نفسك أول ما تطلع على السفينة بحمد الله تعالى على ما حباك به من نعمة عظيمة من النجاة من هؤلاء بآية كبيرة زي اللي حيعيشها سيدنا نوح والمؤمنين اللي كانوا ضعاف في قومه ممن آمن بدعوة نبي الله نوح عليه السلام. ثم أمر الله تعالى نوح بأنه أنت أول ما طلعت على السفينة قلت الحمد لله اللي نجانا من القوم الظالمين، ولما تخرج بقى تبتدي تنزل السفينة هتاخدهم، لما تنزل من السفينة تقول وقل ربي، وقل يعني أيها النبي الكريم نوح، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني وقل إذا خرجت سالما من السفينة ربي أنزلني من يعني منزلا طيبا، أنزلني من الأرض منزلا مباركا، وأنت خير من أنزل عباده المنازل. فبتسأل الله سبحانه وتعالى النزول نفسه يبقى مبارك والمكان اللي هننزل فيه يبقى مبارك على كل القراءات الواردة في هذه الكلمة القرآنية، لأنها كل قراءة بتدي معنى. ففي الدعاء قل ربي، ربي لأنه المربي الذي يتولى الأمور ويصلح الأحوال والأشخاص بلطفي، أنزلني منزلا مباركا. الدعاء هنا فيه طلب، العبد بيطلب من الله سبحانه وتعالى حصول البركة، أنزلني منزلا مباركا، أنزلني مكانا يكون فيه الخير، لأن البركة إذا حلت في الشيء كثرت وحفظت وزادت، وإذا حلت في المال أكثرت، وإذا حلت في الصحة قوتها، وإذا حلت في الولد أصلحت، ده جند البركة. وإذا حلت في المكان أكثرت خيره ووفقت من كان فيه إلى حسن الانتفاع بما فيه. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. دعاء لله سبحانه وتعالى أنت خير المنزلين، دعاء لله سبحانه وتعالى ببعض أوصافه التي يحسن ذكرها في هذا المقام، إن أنت وأنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى أنت خير المنزلين، طبعا لا إله إلا هو، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصفات الطيبات الذي يعني يتوجه بها الإنسان إلى مولاه ليسأله من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا نتعلم من سياقات الأدعية الواردة في القرآن الكريم شكل الدعاء كيف يكون، وكيف وفق عباد الله الصالحين من في دعواتهم للمولى سبحانه وتعالى. ورد إن سيدنا قتادة وهو من كبار التابعين إنه كان بيقول يعني إنه أن المولى سبحانه وتعالى علمنا وعلمكم أن تقولوا حين ركوب السفينة، السفينة بقى وأي دبة، يعني ركبت السفينة، ركبت باخرة، ركبت قطار، ركبت طائرة، شوف حركة المؤمن دايما مربوطة بالذكر، الوحي دلنا على ذلك. وسيدنا قتادة بيقول علمكم ربكم إذا ركبتم السفينة أن تقولوا بسم الله مجريها ومرساها، وحين ركوب الدابة
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كل دي ألوان الذكر، الذكر الخاص بالسفينة والذكر الخاص بباقي الأنواع الأخرى من الدواب اللي ممكن يركبها الإنسان، الطائرة، القطار، أي مكان. وحين النزول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فيبقى الإنسان المؤمن يعني رابط نفسه بالقلب وباللسان بهذه الدعوات المباركات، ففي كل حركة هو ذاكر شاكر لله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات هذا الدعاء المبارك، من الثمرات المهمة النافعة واللي جاءت في هذه الآية المباركة، أن الدعاء برب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن بيشرع إن الإنسان يقوله في نزول منزل لم ينزله الإنسان من قبل. هتدخل مكان، بيت جديد، سكن جديد، مكان جديد، زي اللي اشترى بيت جديد، فيستحب له إنه أو خد مكان هيتاجر فيه جديد أو مكتب جديد، أي مكان جديد، فتدعو بهذا الدعاء: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لأن في الدعاء زي ما قلنا في طلب البركة في مكانه وموضعه الجديد. ولا يخفى علينا إنه الإنسان في هذه الحياة الدنيا بيتنقل بين منازل وأحوال كتيرة جدا ومتعددة، وطلب البركة من الله سبحانه وتعالى في كل انتقال مطلوب. طلب البركة عند كل نزول في منزل جديد وحال جديد أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى يعلم عباده أن يحرصوا على هذا الدعاء ويطلبوا به البركة: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يبقى الإنسان على طول ده بيشرع للإنسان يقوله إذا كان في حال جديد، في منزل جديد، في مكان جديد، وفي كل وقت وحين تستطيع تقوله. لكن هو من باب أولى يكون آكد لما يكون حلول الإنسان في مكان جديد، نزول الإنسان في مكان جديد، نزول الإنسان في منزل جديد، في مكتب جديد، في أي في حال جديد يقول هذا الدعاء، لأن الدعاء يشمل حال الإنسان والمكان. وروي إن عن سلف الأمة الكرام من الصحابة والتابعين إنهم كانوا يقرؤونها: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، عند دخول المنزل كمان، لما يجوا يدخلوا البيت بتاعهم، لما يخشوا في المجالس الأعداد بتاعتهم اللي رايحين يقعدوا فيها، أو رايحين المسجد كمان يقولوا هذا الدعاء. وروي ده عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، إنه كان إذا دخل المسجد قال: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، عشان هو عايز الأحوال اللي كلها خير وبركة ونور يوفق في كل شيء رضي الله عنه. والبركة كل البركة للمؤمنين بتحصل في اتباع ما ورد في نصوص الشرع من دعوات مباركات يتضرع بها الإنسان إلى مولاه، يتضرع بها بين يدي خالقه طلبا للخير والبركة والتحصين والأمن والأمان، سواء في ذلك الدعوات المباركات الواردة في القرآن الكريم أو ما ورد على لسان النبي الأمين الذي أوتي جوامع الكلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين.